بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن المحددات وعن كيفية فك محدد وعن كيفية استخدام المحددات في حل المعادلات. المحاضرة دي بإذن الله هنتكلم عن المصفوفات والفرق بين المصفوفات والمحددات. المصفوفة عبارة عن تنظيم في شكل صفوف وأعمدة موضوع داخل أقواس، يعني المحدد كان بيبقى بين عمودين إنما المصفوفة بتبقى محطوطة داخل أقواس، فهو تنظيم مجموعة أرقام كده في شكل صفوف وأعمدة داخل أقواس. بتفرق طبعا عن المحدد إن المحدد لازم يكون مربع، مربع يعني عدد الصفوف بتساوي عدد الأعمدة. المصفوفة مش مشكلة، مربعة أو مستطيلة مفيش مشاكل. كمان المحدد اقدر اجيب له قيمه، ليه قيمه محدده، اقدر افك المحدد واجيب له قيمه محدده، انما المصفوفه قيمتها مصفوفه زي ما هي ما اقدرش افكها. طيب اي مصفوفه بيبقى ليها عدد من الصفوف وعدد من الاعمده، بنرمز للصف بالرمز صاد وللعمود بالرمز عين، فبكتب الاول عدد الصفوف ثم عدد الاعمده. يعني المصفوفة اللي قدامنا دي اللي هي المصفوفة ألف مكونة من صفين، أدي الصف الأول أهو اللي هو العناصر 2 و3 و5، والصف الثاني اللي هي العناصر 7 و4 و1، وبالتالي عدد الصفوف صفين، كمان مكونة من عمودين 3 أعمدة. أدي العمود الأول اللي هو 2 و7، أدي العمود الثاني اللي هو 3 و4، ادي العمود الثالث اللي هو 5 و1، وبالتالي عدد الاعمده 3، وبالتالي رتبه المصفوفه بقول عليها 2 في 3، 2 دي اللي هي عدد الصفوف صفين، و3 اللي هو عدد الاعمده 3 اعمده. طيب هناخد دلوقتي بعض انواع المصفوفات. اولا هناخد المصفوفه المستطيله والمصفوفه المربعه. المصفوفه المستطيلة اللي هي بنلاقي عدد الصفوف لا يساوي عدد الأعمدة، فالمصفوفة اللي قدامنا دي عدد الصفوف صفين وعدد الأعمدة 3، وبالتالي الرتبة بتاعتها بتبقى 2 في 3. أما المصفوفة المربعة لازم عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة. لو بصينا في المصفوفة دي أدي عدد الصفوف صفين وعدد الأعمدة عمودين، وبالتالي دي مصفوفة 2 في 2. يبقى الفرق بين المصفوفة المستطيلة والمصفوفة المربعة، إن المصفوفة المربعة عدد صفوفها بتساوي عدد الأعمدة بتاعتها، لكن المصفوفة المستطيلة عدد الصفوف لا يساوي عدد الأعمدة. طيب، تاني نوع من المصفوفات مصفوفة اسمها المصفوفة الصفرية. المصفوفة الصفرية اللي هي مصفوفة بتكون جميع عناصرها تساوي صفر، سواء بقى كانت مصفوفة مربعة أو مصفوفة مستطيلة. يعني أنا عندي مصفوفة من الرتبة 2 في 3 اهي، صفين وثلاث أعمدة كل عناصرها أصفار، وأدي مصفوفة من الرتبة 2 في 2 كل عناصرها أصفار، فما بلاقي كل العناصر أصفار دي بتسمى المصفوفة الصفرية. ثالث نوع من المصفوفات مصفوفة بتسمى المصفوفة القطرية. إيه المصفوفة القطرية؟ المصفوفة القطرية هي مصفوفة الأرقام بتكون في القطر الرئيسي بس، وباقي العناصر بتساوي أصفار. لو بصينا في المصفوفة ألف 2 في 2 دي، القطر الرئيسي 3 و8 وباقي العناصر أصفار. المصفوفة ب اللي هي 3 في 3 3 صفوف 3 أعمدة، القطر الرئيسي أرقام اللي هو 3 و5 و-1 وباقي العناصر أصفار. فما بلاقي مصفوفة مكونة من قطر رئيسي فقط وباقي العناصر أصفار دي بتسمى مصفوفة قطرية. رابع نوع من المصفوفات المصفوفة القياسية. المصفوفة القياسية تشبه المصفوفة القطرية، لكن الفرق بينها وبين المصفوفة القطرية إن المصفوفة القياسية القطر الرئيسي بتكون أرقام متشابهة أو متساوية، يعني جميع العناصر متساوية وباقي العناصر أصفار، إنما القطرية كانت أرقام بس غير متشابهة. يبقى لما ألاقي الأرقام متشابهة في القطر الرئيسي وباقي العناصر أصفار دي بسميها المصفوفة القياسية. خامس نوع من أنواع المصفوفات مصفوفة الوحدة اللي هي بتاخد الرمز I
ودي بتشبه المصفوفة القطرية وبتشبه المصفوفة القياسية، لكن الفرق بينهم إن المصفوفة القطرية العناصر غير متشابهة، المصفوفة القياسية العناصر متشابهة، مصفوفة الوحدة عناصر القطر الرئيسي لازم تساوي واحد وباقي العناصر أصفار. يعني آدي المصفوفة I 2 في 2 القطر الرئيسي واحد وباقي العناصر أصفار، المصفوفة I 3 في 3 القطر الرئيسي واحد وباقي العناصر أصفار. يبقى إذا لما نقول مصفوفة الوحدة أو المصفوفة I نقصد بها إن مصفوفة قطرها الرئيسي يساوي واحد وباقي العناصر تساوي صفر. طيب سادس نوع من أنواع المصفوفات، مصفوفة بتبقى مكونة من صف واحد أو مصفوفة بتبقى مكونة من عمود واحد، بتبقى اسمها متجه الصف أو متجه العمود. طيب متجه الصف اللي هو إيه؟ متجه الصف مصفوفة مكونة من صف واحد. لو بصينا المصفوفة ألف أهي مكونة من صف واحد اللي هو واحد وخمسة وسبعة وفيها تلات أعمدة، مصفوفة من الرتبة واحد في تلاتة أهي، يبقى المصفوفة اللي فيها صف واحد وعدة أعمدة دي اسمها متجه الصف. أما متجه العمود مصفوفة مكونة من عمود واحد، أهي فيها عمود واحد لكن فيها عدة صفوف، فيها تلات صفوف أهي، فدي مصفوفة من الرتبة تلاتة في واحد. المصفوفة اللي بلاقيها عمود واحد وعدة صفوف بسميها متجه العمود. سابع نوع من أنواع المصفوفات اللي هي المصفوفة المبدلة، بتاخد الرمز ألف داش أو ألف عليها شرطة كده. المصفوفة المبدلة بتعني إيه؟ بتعني إن أنا بدل الصف عمود والعمود صف. بمعنى لو أنا عندي أدي المصفوفة ألف تلاتة في تلاتة، الصف الأولاني بتاعها 3 و4 و2، الصف الثاني 5 و0 و9، والصف الثالث 2 و1 و6. لو انا قلت هات لي المصفوفه المبدله بسمي المصفوفه المبدله دي ا داش، كل اللي انا بعمله باخد الصف الاول اللي هو 3 و2 و4 بدل ما هو صف بخليه عمود، يبقى بخلي العمود الاول 3 و4 و2، بخلي العمود الاول 3 و4 و2. باخد الصف الثاني في المصفوفه الاساسيه اللي هو 5 و0 و9 اخليه عمود، ادي 5 و0 و9. باخد الصف الثالث اللي هو 2 1 و6 بخليه عمود، ادي 2 1 و6. يبقى اذا التبديل ان انا اقلب الصف عمود او العمود صف، دي بتسمى المصفوفه المبدله. طيب تامن نوع من انواع المصفوفات المصفوفه المتماثله. المصفوفه المتماثله اللي هي لو جبت المبدل بتاعها بلاقيها هي هي ما اتغيرتش. يعني لو انا عندي مصفوفة ألف اهو، الصف الاولاني 2 و9 و7، الصف الثاني 9 و5 و3، الصف الثالث 7 و3 و8. تعال نجيب التبديلة بتاعتها كده، ألف مبدلة، باخد الصف الاول اللي هو 2 و9 و7 بخليه عمود اولاني، باخد الصف التاني اللي هو 9 5 3 بخليه عمود تاني، باخد الصف التالت اللي هو 7 و3 و8 بخليه عمود تالت 7 و3 و8. لو بصيت للمصفوفتين هلاقيهم الاتنين طلعوا زي بعض بالظبط، يعني هلاقي ان ألف طلعت هي هي ألف مبدلة. لو انا اي مصفوفة لقيتها بتساوي التبديلة بتاعتها، ألف لما بتساوي ألف مبدل بقول على ألف دي إن هي مصفوفة متماثلة. يبقى لما ندي مصفوفة وأسألك هي المصفوفة دي متماثلة ولا لا، روح على طول هات مبدلها، لو لقيت المبدل بيساوي الأصل تبقى إذن مصفوفة متماثلة، غير كده بتبقى مصفوفة غير متماثلة. طيب العمليات الجبرية على المصفوفات، زي ما الأرقام العادية بعمل لها عمليات جبرية زي جمع وطرح وضرب وقسمة، المصفوفات نفس الحكاية بناخد عليها بعض العمليات الجبرية. أول عملية جبرية اللي هي الجمع والطرح، عشان أجمع أو أطرح أي مصفوفتين من بعض في شرط أساسي، الشرط الأساسي أن تكون المصفوفتين أو أكتر طبعا
من نفس الرتبة. يعني ايه من نفس الرتبة؟ يعني لو دي 2 في 2 تبقى دي 2 في 2، دي 3 في 3 تبقى دي 3 في 3 وهكذا. والمصفوفة اللي هتنتج برضه تكون من نفس الرتبة زيهم بالظبط. طيب يبقى الشرط الأساسي لجمع أو طرح أي مصفوفتين أن تكونا من نفس الرتبة. تعال ناخد مثال ونشوف هنعمل إيه فيه. أدي مثال بيقول لي عندي المصفوفة ألف، الصف الأولاني 2 و3 و5، والصف الثاني سالب 1 و4 و2. المصفوفة ب، أدي الصف الأولاني 1 و2 و3، وأدي الصف الثاني 4 و2 و0. المصفوفتين دول زي بعض بالظبط، يعني الأولانية صفين وثلاث أعمدة من الرتبة 2 في 3، والثانية صفين وثلاث أعمدة من الرتبة 2 في 3. عايز إيه؟ عايز ثلاث حاجات. بيقول لي أوجد قيمة أ ب، ثم أ ب الكل مبدل، ثم أ ناقص ب. الأولانية أ زائد ب، والثانية أ زائد ب الكل مبدل، والثالثة أ ناقص ب. تعال نشوف هنجيبها إزاي. أدي كده لما بنبدأ الحل، أول حاجة عايز أجيب المصفوفة أ زائد ب، يبقى إذا بحط المصفوفة أ وحط المصفوفة ب وبينهم إشارة زائد. لما باجي أجمع يا جماعة بجمع كل عنصر على اللي قصاده بالظبط، يعني مثلا هجمع 2 زائد 1 هتدي 3، ثم بجمع مثلا 3 زائد 2 هتدي 5، ثم بجمع الخمسة زائد سالب 3 هتدي 2. يبقى إذا بجمع كل عنصر على اللي قصاده. كذلك أهو بجمع أدي السالب 1 زائد 4 هتدي 3، ثم الأربعة زائد 2 هتدي 6، ثم الاثنين زائد زيرو هتدي 2. يبقى إذا عملية الجمع بجمع كل عنصر على اللي قصاده بالظبط. أدي مصفوفة من الرتبة 2 في 3، دي المصفوفة أ، والمصفوفة ب من الرتبة 2 في 3، الناتج بتاعهم طلع برضو مصفوفة من الرتبة 2 في 3. الناتج اللي طلع ده قيمة المصفوفة أ زائد ب. طيب تاني حاجة كنت عايز أ زائد ب بس عليهم مبدل. كل القصة إن أنا باخد المصفوفة اللي أنا حصلت عليها بقلب الصف عمود. يعني على سبيل المثال أدي الصف الأولاني اللي هو كان 2 و3 و5، اللي هو كان 3 و5 و2 خليته عمود أول أهو 3 و5 و2. ادي الصف الثاني اللي هو 3 و6 و2 خليته عمود ثاني 3 و6 و2. يبقى باخد المصفوفه ا ب بالكامل بقلب الصف عمود هتدي ا ب الكل مبدل. طيب تالت حاجه كان عايز مني اجيب المصفوفه ا ناقص المصفوفه ب. بحط المصفوفه ا وحط المصفوفه ب وبينهم اشاره سالب، وبنفس الطريقه بطرح كل عنصر ناقص اللي قصاده. 2 ناقص 1 هتدي 1، ثم 3 ناقص 2 هتدي 1، ثم 5 ناقص 3. طبعا الناقص ناقص تتقلب موجب، يبقى كأنها 5 زائد 3 هتدي 8 وهكذا. برضو سالب 1 ناقص 4 هتدي سالب 5، ثم 4
ناقص 2 هتدي 2، ثم 2 ناقص 0 هتدي 2. يبقى إذا عملية الجمع أو الطرح بجمع كل عنصر على اللي قصاده، أو بطرح كل عنصر ناقص اللي قصاده، ولو قال لي هات تبديل لأي مصفوفة بقلب أي صف عمود. بنتكلم عن ضرب المصفوفات اللي هي العملية الثانية من العمليات الجبرية. ضرب المصفوفات إما بيكون في رقم ثابت أو ضرب مصفوفات في بعضها. ضرب المصفوفات في رقم ثابت سهل، إن أنا باخد جميع عناصر المصفوفة بضربها في هذا الرقم. يعني على سبيل المثال عندي المصفوفة ألف أهي، مصفوفة ألف عبارة عن الصف الأولاني 3 و1، والصف الثاني -2 و5. لو أنا عايز أجيب 3 من المصفوفة ألف، كل اللي أنا بعمله إن أنا باخد كل عنصر أضربه في 3. يعني أدي التلاتة هضربها في 3، وأدي -2 هضربها في 3، وأدي الواحد هضربه في 3، وأدي الخمسة هضربها في 3. يبقى باخد كل عنصر من عناصر المصفوفة أضربه في 3، وبالتالي 3 في 3 ب9، و1 في 3 ب3، و-2 في 3 ب6، و5 في 3 ب15. يبقى إذا مفيش أي مشكلة خالص لما بضرب المصفوفة في رقم ثابت، باخد كل عنصر من عناصر المصفوفة بضربه في هذا الرقم. لكن لو بضرب مصفوفتين في بعض، في شرط أساسي لضرب المصفوفات. الشرط إيه؟ أن تكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى مساوي لعدد صفوف المصفوفة الثانية. يعني لو أنا عندي المصفوفة ألف من الرتبة مين في نون، يبقى عدد أعمدتها نون. المصفوفة ب من الرتبة نون في عين، يبقى عدد صفوف هذه المصفوفة نون. لو بصينا كده هنلاقي عدد أعمدة المصفوفة الأولى نون، عدد صفوف المصفوفة الثانية برضو نون. طالما القيمتين اللي قريبين من بعض دول نون ونون بيساووا بعض، هتنفع عملية الضرب. هتنفع عملية الضرب، والمصفوفة الناتجة اللي هي جيم هتبقى من الرتبة القيم اللي باقية بقى اللي هي ميم في عين. أديها هي من الرتبة ميم في عين. تعالى نشوف إزاي من خلال تمرين. أدي لو بصينا في المثال رقم 5، أعطيني مصفوفتين. أدي المصفوفة ألف صفين وثلاث أعمدة، وأدي المصفوفة ب 3 صفوف وعمودين، وطالب مني بيقول لي أوجد ألف ب ثم أوجد ب ألف إن أمكن. لما أجي أجيب المصفوفة ألف ب، هنا يا جماعة لازم أراعي الترتيب. يعني إيه أراعي الترتيب؟ يعني لما أقول ألف في الأول يبقى لازم أحط المصفوفة ألف الأول، أقول ب بعديها يبقى لازم أحط المصفوفة ب بعديها. طيب المصفوفة أ أهي اللي هي من الرتبة 2 في 3، يعني صفين وثلاث أعمدة. المصفوفة ب من الرتبة 3 في 2، يعني 3 صفوف وعمودين. عشان أشوفهم ينفع يتضرب ولا لأ، ببص للرقمين القريبين من بعض دول أهم 3 و3 أهم. طالما بيساووا بعض يبقى ينفع يتضرب المصفوفتين، والمصفوفة اللي هتنتج هيبقى الرقمين الباقيين اللي هي 2 في 2. طيب طريقة الضرب بذات نفسها بتتم ازاي؟ بتتم ان انا باخد الصف اضربه في العمود. يعني هاخد الصف الاول ده مثلا اضربه في العمود الاول بالترتيب كده، العنصر الاولاني في الاولاني، والتاني في التاني، والتالت في التالت. فلو انا اخدت الصف الاولاني العنصر الاول 2، اضربها في العنصر الاول من العمود ده اللي هو 4، 2 في 4 هتدي 8. العنصر الثاني 3، اضربه في العنصر الثاني في العمود اللي هو 3 هتدي 9. العنصر الثالث اللي هو 1، اضربه في العنصر الثالث هنا اللي هو 6 هتدي 6. وبالتالي الناتج بتاع حاصل ضرب الصف الاول في العمود الاول 2 في 4 ب 8، 3 في 3 ب 9، 1 في 6 ب 6. طيب وبعدين نفس الصف الاولاني ده بيتاخد الضرب في العمود الثاني
بنفس الترتيب برضو هضرب العنصر الأول اللي هو 2 في العنصر الأول اللي هو 7، 2 في 7 هتدي 14. العنصر التاني اللي هو 3 في العنصر التاني هنا اللي هو 2 هتدي 6. العنصر التالت اللي هو 1 في العنصر التالت هنا اللي هو 4 هتدي 4. يبقى 2 في 7 ب14 و3 في 2 ب6 و1 في 4 ب4. كده الصف الأولاني انتهت مهمته. نخش على الصف التاني نعمل فيه نفس اللي عملناه بالظبط، مرة اضربه في العمود الأول ومرة اضربه في العمود التاني. لو احنا بصينا كده، أول عنصر اللي هو 4 أضربه في أول عنصر هنا اللي هو 4، 4 في 4 ب16. تاني عنصر اللي هو -2 أضربه في تاني عنصر من العمود اللي هو 3 هتدي -6. تالت عنصر اللي هو 5 أضربه في تالت عنصر اللي هو 6، و5 في 6 هتدي 30. ادي الناتج بتاع حاصل ضرب الصف الثاني في العمود الاول. نفس الحكايه، الصف الثاني اضربه في العمود الثاني، برضو هضرب 4 في 7 هتديني 28، ثم -2 في 2 هتدي -4، ثم 5 في 4 هتدي 20. يبقى اذا باخد كل صف بيمر على الاعمده بتاعه المصفوفه الثانية بس بنفس الترتيب، يعني العنصر الأول في الأول والثاني في الثاني والثالث في الثالث. بعد كده بجمع 8 و9 و6 هتدي 23، 14 زائد 6 زائد 4 هتدي 24، 16 ناقص 6 زائد 30 هتدي 40، 28 ناقص 4 زائد 20 هتدي 44. طيب عشان أجيب ب في ألف هحط المصفوفة ب الأول اللي هي من الرتبة 2 في 3، ثم المصفوفة أ اللي هي من رتبة 3 في 2. برضو لو بصيت للرقمين القريبين دول هلاقيهم بيساووا بعض، هم 2 و2. المصفوفة اللي هتطلع الرقمين الباقيين اللي هي 3 في 3. برضو بيتم الضرب إزاي؟ بيتم الضرب، باخد الصف الأولاني ده بضربه في العمود الأول. بضرب الصف الأول في العمود الأول، 4 في 2 ب8 و7 في 4 ب28، ثم بضربه في العمود الثاني، 4 في 3 ب12 و7 في -2 ب14، ثم بضربه في العمود الثالث، 4 في 1 ب4 و7 في 5 ب35. ونفس اللي عملته في الصف الأول بعمله في الصف الثاني. باخد الصف التاني اهو اللي هو التلاتة والاتنين، مرة اضربه في العمود الاول ومرة اضربه في العمود التاني ومرة اضربه في العمود التالت. فلو ضربته في العمود الاول 3 في 2 ب6 و2 في 4 ب8، ما اضربه في العمود التاني 3 في 3 ب9 و2 في -2 ب4، اما اضربه في العمود الثالث 3 في 1 ب3 و2 في 5 ب10. نفس اللي عملته في الصف الثاني اروح اعمله في الصف الثالث اللي هو الاربعه والسته ده. هضربه مره مع العمود الاول ومره مع العمود الثاني ومره مع العمود الثالث. لو ضربت 6 في 2 هتدي 12، والاربعة في اربعة ب16، ثم في العمود الثاني 6 في 3 ب18، والاربعة في -2 ب8، ثم في العمود الاخير 6 في 1 ب6، والاربعة في 5 ب20. بعد كده بجمع الارقام، ادي 8 زائد 28 هتدي 36، 12 ناقص 14 هتدي
سالب 2، 4 زائد 35 هتدي 39، وهكذا هتظهر لي المصفوفة بألف. لو بصينا للعناصر بتاعت المصفوفة بألف والعناصر بتاعت المصفوفة ألف ب اللي كنا جايبينها قبل كده، هنلاقيها ما بيساويش بعض. يبقى إذن أستنتج من كده إن في المصفوفات ألف ب لا تساوي ب ألف. ده غير الأرقام، الأرقام لو ضربت 5 في 6 ب 30، طب ضربت 6 في 5 برضه ب 30، فالأرقام مش هتختلف، لكن في المصفوفات ألف ب لا تساوي ب ألف. بكده نكون وصلنا للعملية الثانية اللي هي ضرب المصفوفات، وهنكتفي في المحاضرة دي بضرب المصفوفات. شكرا، ونتقابل في المحاضرة الجاية إن شاء الله. شكرا.